أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية قوية مرتقبة اليوم بين 10 صباحا والسابعة مساء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة خاصة أن هذه الزخات الرعدية ستهم ما بين 10 صباحا والثانية بعد الزوال أقاليم القنيطرة والعرائش والفحص أنجرة وسلاء وسيدي سليمان وطنجة أصيلة، وما بين 12 زوالا والسابعة مساء أقاليم أكادير الحوز والحسيمة أزيلال بن ملال برشيد الدار البيضاء الرشيدية الصويرة فقيق إنزقان آية ملول والخميسات مديونة المحمدية النواصر آسفي تارودانت. وحسب النشرة يرتقب أيضا هبوب رياح قوية قد تصل إلى 85 كيلومتر في الساعة.